السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مع الأسرة. سنواصل الحديث في موضوع أسس التربية الوالدية. بدأنا بحلقتين توقفنا لعرض مجموعة من المواضيع مرتبطة بالدخول المدرسي، لكن التربية الوالدية هي مستمرة مع الآباء ومع المربين في كل المراحل العمرية للأبناء، لذلك سنواصل هذه السلسلة بإذن الله. يرافقني فيها دائما الأستاذ الكريم أبو ياسر الرقراقي، ومهتم بالأسرة والتربية ومستشار أسري وتربوي، وأكثر من هذا لديه مشروع واضح المعالم في التربية الوالدية. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. طيب أستاذ، سنواصل بإذن الله انطلاقا من مشروعكم أو تصوركم للمؤسسات الوالدية أو أسس التربية الوالدية. بدأنا في الحلقات الأولى بالحديث عن مكون أعطيتموه اسم الرخصة، لكن هو في الحقيقة تحدثنا فيه عن جانب التأهيل. كي تكون أبا لابد أن تتأهل، الأمر لا يكون بطريقة فطرية فقط وتلقائية فقط، وإنما هي لابد أن يكون فيها نوع من التأهيل. بعد ذلك مررنا للخريطة التي هي المشروع، لكن لن أفصل أكثر. ماذا لو وضعتم مشاهد هذه الحلقة في الصورة، يعني بعجالة نحاول أن نتحدث عن ماذا نعني بالرخصة ثم الخريطة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن بعجالة بالإمكان أن نستمر في هذا المنهج، منهج الاستعارة. بأن نقول أنه كل مقبل على عملية التربية، وهي مشروع كبير وذي بال وذي أهمية وله مترتبات، كل مقبل على هذا المشروع يحتاج أن ينال الرخصة. ثم بعد ذلك، وقد وضعنا مجموعة من التفصيلات في هذا الباب في الحلقات السالفة، في باب أن الرخصة تعني هو حيازة مجموعة من المعارف، بناء مجموعة من المهارات، وتطوير مجموعة من الاتجاهات. إذن هو تأهيل على مستويات متعددة. ثم ندلف بعد ذلك إلى محطة أخرى، وهذا الذي حاز الرخصة هو يحتاج كذلك إلى خريطة، لأنه لا يعرف الطريق، والخريطة وظيفتها أنها تسمح لنا بالفعل، ونحن نقود هذا المشروع، تسمح لنا بقدر من الأمان، بقدر من الطمأنينة، لأنها تبين لنا معالم هذا المسار الذي سنأخذه. ولا شك أنه هذا المسار تكتنفه مجموعة من الصعوبات، تكتنفه كذلك مجموعة من المفاجآت، وتكتنفه كذلك مجموعة من الأمور التي يصعب علينا في حينها تناولها، ونحن نحتاج إلى هذه النظرة الكلية التي تسمح لنا أن نخوض هذه التجربة ونحن أكثر اطمئنانا، أكثر وثوقا، لنصل إلى الهدف الذي سطرناه خلال هذه الخريطة. واستعارة جميلة جدا، يعني حصلت على رخصة القيادة، تحتاج إلى خريطة الطريق كي تعرف من أين ستنطلق. ربما السير العشوائي قد تصل، ولكن مع مجموعة من الخسائر. إذا لم تكن لديك خريطة طريق واضحة، لم يكن لديك هدف، لم يكن لديك المسار الذي ستسلكه إلى طريق الأمان، إلى بر الأمان، وهي الحياة الطيبة، وهي إنتاج الفرد الصالح الذي سيكون نافعا لوطنه ونافعا لدينه. انطلاقا من مكون الخريطة، تكلمنا بتفصيل في مكون الرخصة على الأسس اللي ينبغي أن يكون فيها التأهيل. الآن في مكون الخريطة بغينا نذكروا بواحد الأمر، لعل مكون الرخصة كيبدأ قبل الزواج، لابد أنك تكون أو قبل الإنجاب، لكن احنا دائما كنوضعوا واحد رسالة تفاؤل، نقول لم يفوت الأوان بعد، يمكن الإنسان في أي مرحلة من مراحل الزواج إذا حصلت لديه اليقظة أنه يبدأ في التأهيل. بالنسبة للرخصة، هل يحكمها نفس المبدأ المتفائل للخريطة؟ الخريطة، نعم.
نعم، هو ذات المبدأ. يعني احنا نقول دائما انه بامكانك ان تبدأ في اي وقت، المهم ان تدرك أهمية مشروعك ثم تباشره بالتدرج الذي يناسبه. ففي باب الرخصة او في باب الخريطة بالامكان ان نرصد الأرضية الممهدة للانطلاق في اتجاه الخريطة. الأرضية التي يعني تكون ملائمة لنا لنباشر المشروع بتأودة وبثقة وبحرفية وبجودة، هو ما نصطحبه من مرحلة التأهيل اللي هي مرحلة الرخصة. أنا عندي الرخصة الآن أنا سأحصل أو سأبني أو سأبلور هذه الخريطة التي يعني باش نحصل عندي المعارف الأساسية والمهارات الذاتية، يعني المعارف مجال التربية والحياة الأسرية، ثم مهارات ذاتية أنا بالنسبة لي أنا كفرد، يعني الإضافة الكبيرة اللي غنضيفها للأسرة ديالي هو أنا كفرد إلى أي درجة اشتغلت على ذاتي. إذن توفر هذه الامور بناء عليها غتكون الرؤيه، غادي تحدد الهدف وغادي تكون رؤيه معينه. لا شك. شنو هي اهم المرتكزات اللي غتخلي الانسان بعد ان مر من المرحله ديال الرخصه، شنو الامور والمرتكزات اللي غادي تخليه ينجح في محطه الخريطه؟ محطة الخريطة من الأساس، يعني نعم، اللي بغى يشتغل عليها من الأساس. نعم، محطة الخريطة يمكننا نقاربها من أبعاد مختلفة. نعم. فكيمكننا نستجلب لها قاعدة من القواعد الأساسية التي غادي نكونوا شفناها في مرحلة ديال الرخصة، اللي هي قاعدة السباعيات، وهي مستلهمة من قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، هي سباعيات سبعا. اللاعب أن تلاعب، تلاعب سباعية تلاعب وتؤدب ثم تصاحب، وتصاحب ثم أن تدع. نعم. إذن هذه السباعيات تصطحبنا. علاش هذه السباعيات مهمة جدا؟ لأنها تحدد هي علميا سليمة. علوم التربية اليوم تتقاطع مع هذه المعاني. فإحنا غادي نصطحبها في باب، أش من باب؟ في باب الأسلوب. هي تحدد لنا الأسلوب الذي سنباشر به التربية في هذه المحطة العمرية، ولعل نا بسهولة وبيسر يمكن أن نجمع بينها وبين ما تذهب إليه ويذهب إليه علم النفس في مجال علم النفس النمو. طيب الآن إذا سمحتي لي، إحنا الآن كنفصلوا في الأشياء. نعم. كيفاش نمارسوا الوالدية انطلاقا من واحد الخطاطة. نعم. لكن مش الهدف، تحديد الهدف في البداية ماشي حاكم. أحيانا كيكون الخطأ في وضع المشروع هو تحديد الهدف. نعم. مثلا الان كنشوفوا المغاربه كاملين الهدف اللي كيحدد انا بغيت نخرج ابن طبيب او مهندس. نعم. هذا هدف بالنسبه ليه، وغادي يشتغل وفق خريطه ربما باش يخرج هذا الهدف. لكن غادي يكون طبيب فاسد او رجل امن مرتشي او شيء من هذا القبيل. فالى اي درجه كل ما كانت الدقه واضحه غيكون مشروعنا سليم، كل ما كانت الدقه في تحديد الهدف أو الخريج من هذه المدرسة الوالدية ماذا أريد؟ ولا شك أنه قضية الهدف هي قضية محورية ولا يمكن أن تتجاوز، وفكرة الخريطة هي مبنية عن فكرة. نعم. المخرج النهائي أو غاية هذه التربية، ثم هذه الغاية النهائية تحتاج أننا نقسمها إلى غاية أو إلى أهداف مرحلية. مرحلية. فغادي نقولوا بأنه الطريق ديالنا الآن أصبح واضحا. علاش؟ لأنه مؤثث بمعالم. هذه المعالم شنو هي؟ هي الأهداف المرحلية. إذا داخل يعني كل مدى ديال الأهداف المرحلية سنفصله إلى أنشطة وإلى مجموعة من الأشياء التي تنجز في اليوم. لهذه السباعيات اللي تكلمت يعني. نعم، هذا في باب الأسلوب فقط. نعم. لكن هناك بعض التفصيلات حتى لا نجعل يعني قضية التربية هي قضية صحيح أنها قضية متاحة، لكنها لا ينبغي أن تباشر بالتسطيح أو بالتبسيط المخل. فاحنا غادي نقولوا في باب الاساليب هذه نقولوا حيزات زمنيه غادي تسمح لنا اننا نعرفوا كيفاش هذه المحطه ديال السباعيه الاولى، انه الذي يغلب عليها في الاسلوب هو اللعب. لكن هل هي كلها لعب؟ لا، الاسلوب الذي يغلب عليها هو اللعب، لكن غادي تكون عندنا مجموعه من الانشطه التي تسمح لنا ان نستجيب لاحتياجات الناشئ العمريه. وهنا غادي نقولوا في الفتره من صفر حتى سبعه راه هناك محطات، وهذه المحطات تتباين فيش في احتياجاتها وفي خصائصها. فنحن سنباشرها، لكن الغالي في هذه المرحله هو اسلوب اللعب. المرحله التي تليها كذلك، والمرحله التي تلي. فنعود الى قضيه هذا الخريطه. فغادي نقول للمربي لماذا يحتاج؟ يحتاج بالاضافه الى المهارات التي حازها في مرحله الرخصه الى مهارات مقاربه المشروع.
المشروع وإدارة المشروع. فهو يحتاج أكيد إلى تحديد الأهداف تحديدا دقيقا، فلا يحتاج إلى الأدوات التي تسمح بهذا الأمر. يحتاج كذلك أن يفقه هيكلة المشروع. الآن أنا حددت الهدف، كيف أنزله في خطة عمل؟ خطة العمل ما هي العناصر المحورية فيها؟ شنو هو النشاط؟ متى يبدأ هذا النشاط؟ متى ينتهي؟ ما هي الموارد؟ من هو المعني به؟ إلى آخره من التفصيلات المعروفة. فالتنظيم كذلك نحتاج إلى تنظيم داخل هذا الفضاء. ثم كيف أتابع هذه خطة العمل؟ لأن المتابعة مهمة جدا. علاش؟ لأنه كل ما نتوقعه لن يقع يعني كما توقعناه في الحقيقة، فلا بد من فجوات. لابد تكون مرونة، لابد تكون نحتاج إلى قدر من المرونة. فهذه مهارة كذلك. أخرى موازية عندنا القدرة على التعديل في الوقت المناسب. يكون عندنا كذلك واحد النظام ديال التقويم بخماسية، غادي نقولوا نثمن الجهد ونستطيع أن نرى النتائج التي حصلت على هذا الجهد. والعنصر الثالث هي خماسية. العنصر الثالث هو أن يكون لنا احتفالية شاكرة. ثم العنصر الرابع هو أننا نستطيع أن نحسن المسار من خلال التغذية الراجعه. والعنصر الخامس هو كيف رسملت هذه التجربة، يعني كيف نوظف ما حصلنا عليه من خلال التجربة من تعلمات في تجربة أخرى. إذن هذا هو المسار. هذه الخماسية إذا سمحتوا لي غادي تعودها، لكن بخطوة يمشي معنا المشاهدين إذا سمحتوا. أشياء ربما المشروع أنتم واضح في ذهنكم جدا، كتشتغلوا به كتكونوا عليه، لكن كنحتاج بعض الأشياء يقدر المشاهد يشوفها ويبحث عليها بعد ذلك. صحيح. غادي نعودوا من البداية. غادي نعودوا وغادي نقولوا علاش هذه الخماسية. لأنه كثير من الناس يبذلون الجهد. ولا يستثمرون نتائج هذا الجهد. كيكون عشوائي. الجهد موجود العمل ولكن عشوائي. وفي جانب آخر ما طورش به درجة الوعي ما يسمح لي أن أتزود منه. فأنت لك تبدلي مجهود يومي، لكنك لا تلقي بالا لهذا المجهود. هذا المجهود اليومي الذي تبذلينه يحتاج أن نرفع به درجته، باش نقول أنني منخرطة في قضيتي. إذا ما يكون الجهد لاواعي كنديرو بطريقة تلقائية كل يوم. إذا هذا البعد الأول. ونتائجه أنه يقود أو يقوي درجة الحفز لدي لأنطلق. العنصر الثاني، هذا الجهد الذي بذلت ما هي نتائجه؟ وأهتم حتى بالنتائج الصغيرة، لا يحقرن. من المعروف شيء ولو كان صغيرا، فأنا أستطيع أن أرى هذه النتائج. وطبيعة التغيير هي تبذل جهدا في البداية، تبذل جهدا كبيرا ونتائجه صغيرة، ثم تنقلب. تكون عندي القدرة أنني لاحظ حتى النتائج الدقيقة أو غير مباشرة أو شيء. وإلا أصابني الإحباط، وهذا الذي يقال لكثير من المربي. ثم أنتقل بعد ذلك، بعد أن أدركت مقدار الجهد الذي بذلت والتوفيق من الله تعالى الذي وفقني لبذل هذا الجهد والصبر عليه والمصابرة به والمثابرة في اتجاهه، ثم النتائج التي تحققها، فننتقل مباشرة إلى محطة من المحطات المهمة جدا، ولعلها هي قضية وجود الإنسان على الأرض، هي قضية الشكر. كيف أحتفل احتفالا شاكرا؟ بمعنى آخر، كيف أحتفل وأرد الفضل في نسبة إلى ذاتي مربوطة بالله تعالى بتوفيقه وتيسيره. إذن أحسن تثمين الجهد ونستشعره. هذا كيزيد ثقة بنفسي. وطبعا الإنسان المؤمن كل الأشياء كيدوز من نفسه، لكن كما قلت كربط الله فهو يدعمني ويوجد لي الطاقة ما يسمح لي أن أستمر في مشروعي. إحنا في المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي أنه سأتعلم، لأن هناك أشياء أحسنت فيها وأشياء نجحت فيها، وهناك أشياء تحتاج إلى التطوير. انتبهي سيدتي إلى العبارة التي استخدمت، لم أقل فشلا. تحتاج التطوير. هي تحتاج، هي فرصة. أنا اكتشفت أنني أخطأت في هذا الجانب، لكنه ماشي نهاية الدنيا، هي تجربة. هي تجربة ستضيف شيئا مهما للمسار. ونحن نعلم أن النجاح، أي نجاح، هو تراكم مجموعة من عمليات أو تجارب الفشل. إذا النجاح ما نجحت فيه سيصير مهارة مكتسبة أو تجربة جاهزة سأستفيد منها بعد ذلك. الأشياء التي احتاجت إلى تطوير هي تجربة معينة. لا شك. ثم أصل إلى المرحلة الخامسة. إلى الخامسة اللي هي الرسملة، يعني من بعد ما نسالي ونرتاح وإلى آخره، نقول الآن إلا بغيت نعمل واحد الخطاطة ذهنية لهذه التجربة حتى أستثمرها في المستقبل، كيف ستكون هذه التعلمات؟ فأخرج من هذا العمل الذي بذلت فيه جهدا وحصلت فيه على نتائج واحتفلت وحسنت وطورت إلى آخره، أخرج به بزاد
لي تجارب، وهذا هو الإنسان الذي يتطور، وأنه يعني لا ينشئ العجلة من جديد دائما، هو يبني ويراكم، يبني ويراكم ويبني ويراكم. جميل جدا. احنا كنتكلموا على الاشياء اللي لابد تكون الاسس اللي عند المربي ان تجعله ينجح في هذه المحطه ديال الخريطه. كاين اشياء اخرى او مهارات اخرى في الاضافه لكل الاشياء اللي تفضلتي بها ديال التنظيم وهذه الخماسيه اللي تكلمتي عليها ايضا؟ نعم، التعامل مع العمل ومع الجهد اللي كيقوم به الانسان. نعم، ولعله يحسن هنا ان نضرب مثلا. جميل. احنا في السابق ربما في الحلقه الثانيه كنا ذكرنا ازمنه التربيه الثلاث. نعم. وقلنا بأنه هناك اليومي، واليومي غايته هو تصريف الأعمال، وغايته هو أننا بالفعل نلتقط بعض المعلومات ما يسمح لنا ويعطينا مسافة تسمح لنا أن نبرمج المدى المتوسط والمدى البعيد. نعم. ويناسبه كأسلوب أسلوب تغاضي، ما كنوقفش البيضة في الطاس، أسلوب نعم. تغاضي، يعني هناك أشياء يعني يمكن أن أعالجها في الوقت، هناك مدى زمني يسمح لي إذا يكون التغافل حاضر. نعم. إذن هذا المستوى. المستوى الثاني قلنا هو الأمد المتوسط. الأمد المتوسط ما الذي نستهدف فيه؟ نستهدف فيه بناء المهارات الحياتية بشكل عام. نعم. الحياتية بالمفهوم الشامل، يعني تبدأ من قضاء الحاجة. نعم. وتنتهي إلى العبادة. نعم. إذا الأشياء العادية في جميع الحاجات ديال الإنسان. نعم. الاجتماعية الروحية، هذه المستوى المتوسط، المهارات الحياتية والاستجابة إلى الاحتياجات الطبيعية. نعم. وهنا غادي نذكروا التعريف اللي أعطينا للتربية، قلنا التربية هي فن المحافظة على الفطرة السليمة. جميل. كيف سنحافظ على الفطرة السليمة؟ هو أننا نتلقى احتياجات هذا الناشئ ونشبعها بما يناسبها، تكون عندنا خيارات متعددة ونشبعها بما يناسبها. ثم هناك الأمد البعيد. الأمد البعيد وغايته هو إيجاد الإنسان الصالح. نعم. ويناسبه في هذه المرحلة تنمية القيم. نتيجة للمراحل كلها. نعم، هو النتيجة النهائية. ذكرت سيدتي أن هناك شخص مشروعه أن يصبح ابنه طبيب، هذا عنف تربوي، هذا عنف تربوي، لأنه أنا اليوم المربي غايتي ألا أحدد، لا خلينا نخلي للناشئ هو الذي بالفعل يرسل لي هذه الرسائل بما يناسبه، يناسبه. أنا دوره هو البيئة، يعني البيئة السليمة، ونعطيه القيم والمرتكزات والمهارات اللي غتخليه يدير خيارات سليمة في حياته. نعم، فأنا دوري كمربي هو أن أوجد هذه البيئة الداعمة، ما يحافظ على فطرته. كل ميسر لما خلق له، فإن كان ميسرا أن يكون طبيبا فبها ونعمت، وإن كان ميسرا أن يكون معلما فبها ونعمت، وإن كان ميسرا أن يكون نجارا فبها ونعمت، وهذا الذي يجعله نجارا متوفقا ناجحا. نعم. فهذا البعد لابد بالفعل يعني أن تسلط عليه الأضواء. أعطيتي واحد النموذج، كل ما كان يعني كتتكلموا على كلام كينطلق من أسس علمية، من أسس تربوية، من تجربة أيضا. نعم. في الواقع، لكن ربما الناس كل ما كنعطيهم أمثلة أكثر في الواقع، نزيدوا نفصلوا أكثر في الأمثلة، ربما غادي يوصلهم نعم نعم طبيعي. نعم، طبيعي أنه عليه. المثل أو المثال يسمح أن تتضح هذه المفاهيم، فإحنا بسطنا هذه المفاهيم، لا شك أن المشاهد تتبع معنا الآن وأصبحت لديه خريطة ذهنية تسمح له بالفعل أن يرى أو يفك شفرة التربية لنقل الطيبة والتربية الإيجابية أو التربية الوالدية بشكل عام. فغادي ناخذ مثال اللي هو متكرر، والمتكرر في التربية له دلالة. غادي ناخذ روتين الصباح، هذا يعاني منه كثير من الآباء، هذا هو المشكل الأساسي للأمهات. نعم. خصوصا بداية الدخول المدرسي. نعم. هذا. نعم. مشكل كبير، خصوصا حين يكون الأبوين يشتغلان. نعم. فالصباح يصبح معضلة، الصباح يصبح واحد المحطة ديال كثير من الصخب وكثير من التوتر والانفعالات بين الاباء والابناء. نعم. فمطلوب من كل مربي ان ياخذ وقتا ويتامل ما الذي يقع في الصباح، يتامل على مستويات. اول شيء كانه يعمل كاميرا، ويمكن يعمل هذا الشيء، يعني يصور هذه اللقطات التي تحدث كل صباح، انتبه. نعم. تحدث كل صباح، وفي كل صباح كاننا يعني نرسي
الآلام داخل ذواتنا نحن المربين، ونرسي كذلك عادات لدى أبنائنا ويبتعدون وينفرون من هذا الجو لأنه يكون في الغالب هو المشحون. فكيفاش أننا ننتقل من هذا الروتين بهذا الصخب وهذه المعاناة إلى روتين محيي، إلى روتين فرصة لمزيد من البناء، لمزيد من يعني هذا التوجه في اتجاه الإنشاء الصالح؟ طيب السليم السديد. فهذه يمكن نقوله كيف ننتقل من هذا الحال إلى هذا الحال. كلامكم ضمنيا يحمل فكرة، فكرة أن الوالدين أو الوالد أن الوالدين مسؤولين عنها، مسؤولان عن هذا الأمر. نعم لا شك، بمعنى ماشي البيئة، ماشي أمر خارج إطار مسؤوليتهم، وأن البيئة هي التي خلقت هذا الأمر، عمل المرأة هو الذي خلق هذا الأمر، طبيعة التوقيت، طبيعة المدارس. نعم، قناعة بأن في يدهم يغيروا الواقع. لا شك، دون إغفال هذا الأمر أن البيئة موجودة والبيئة ضاغطة، لكن هل سنقعد ويعني نجمع أيدينا؟ لا، أنت مسؤول في هذه البيئة. هي الرسالة التي كنت أود أن تصل إلى المشاهد، هو التفكير بإيجابية. لا شك، ما المطلوب مني كي أغير هذا الأمر الذي عايشه؟ هناك بيئة ضاغطة وربما تتجاوزني في اللحظة. شنو نبغي نعمل حين أكون في لحظة صفاء، في لحظة هدوء؟ يمكن لي نختار في نهاية الأسبوع إذا استطعت أن أستقطع ساعة، يمكن لي مشي جهة الشاطئ وإلى الغابة، يعني نكون في واحد اللحظة اللي بالفعل أتحكم في سلوكاتي، أتحكم في فكري، أتحكم في كل شيء يحدث لي، ثم أرى هذه المحطة بعون المتأمل الملاحظ، يعني ألاحظ نفسي داخل هذه البيئة، ما الذي يصدر عني، كيف أتصرف، ما الذي يقع إلى آخره. طيب بالانكباب على الذات، نقول أنا المربي، أنا الأب أو الأم، في الصباح ما الذي يقع لي؟ الذي يقع لي هو أنه فاش كنفيق عندي التزامات. شنو هي هذه الالتزامات؟ خصلوا وليداتي ينوضوا، ينظفوا، يعملوا كل الأمور التي تعمل في الصباح، يمكن يرتبوا الغرف ديالهم أو لا يرتبونها، ياخذوا محافظ ديالهم يعمروها بالكتب والكراسات المطلوبة في ذاك اليوم، يفطروا، يغسلوا سنانهم، ويكونوا في الوقت باش يمشيوا إما في النقل المدرسي واللي يمشيوا مع الوالدين. لاحظ كم هائل جدا من الأعمال التي ينبغي أن تنجز في هذه الفترة الصباحية بإكراهات وبضغوط. كيف ننجزها؟ في الغالب أننا ننجزها بعقلية الخائف. الخائف من ماذا؟ من المحظور، من الذي يقع في الغالب، ونحن نتوقع غادي نتأخروا، غادي يمشي الحال، غيكون لومبوتاج في الطريق، غيكون هذا الشيء كلها الأمور كلها كتكون. وأنا مرة أفكر كيف أتجاوز هذه الوضعية، وتجاوزها بالتدريج، كل مرة غادي ندخل واحد العنصر يسمح لي بالترتيب، بتخفيف هذا الضغط. دابا الآن يعني الشيء اللي عطيتي للمشاهد هو أن ما نفكروش في وقت الأزمة. وفي وقت الأزمة ما كنكونوش مؤهلين أننا نفكروا، فقط يجب تعديل اتجاهات تفكيرنا أننا نكونوا إيجابيين، ما نزيدوش أنفسنا بالتوتر بالعصبية والتوتر. لا شك، لكن نفكروا خارج أوقات الأزمة في إيجاد حلول. أنا غادي نعطيك بعض الأمثلة، بعض الناس اللي حضروا معنا بعض الدورات ماذا اقترحوا لمواجهة روتين الصباح. يعني طرح هذا الأمر وكان عندهم تمرين، شنو يعملوا هذا التأمل في الذي يقع لهم. فشخص من الأشخاص لعلي يعني أستلهم من قصته دون أن أذكرها بالتفصيل أو يعني أن أحكي عنها، يعني غير الاستلهام. إيش بعمل هذا الرجل بعد ما عمل هذه الجلسة؟ دخل إلى البيت وجاء بمحفظة فيها هدايا لأبنائه، وذكر أن هذه المحفظة فيها هدايا، ثم لم يفصح يعني عن هذه ويفصح عن هذه الهدايا، وجعل الأمر فضولا يستثير الأبناء فيطلبون ما هي هذه الهدايا، وهو في كل لحظة يؤجل، بعد 5 دقائق نتحدث عن هذه الهدايا، دعونا الآن نتحدث في كذا وكذا وكذا، حتى جاء يعني هذه التهيئة النفسية جعل أبناءه يصرون على أن يعرفوا ما هذه الهدايا. إذن بعد التهيئة النفسية يفتح، فيلاحظ الأبناء أنه كل هدية كتب عليها اسم الابن أو البنت. نعم. يفرحون بها، يفتحونها، ماذا يجدون بداخل الهدايا؟ يجدون ساعات منبهة. جميل جدا. إذن هي هدايا لكن تعين
على الاعتماد على أنفسهم. فأخبرهم بكل لطف وبابتسامة عريضة أنه ابتداء من اليوم ستكون مهمة كل واحد منكم أن يستخدم هذه الهدية ليستيقظ صباحا. جميل. وحدد الوقت وقال أنه ابتداء من يوم غد بإذن الله تعالى الكل يكون منتهي في الساعة الثامنة خمس دقائق تتحرك السيارة. جاء اليوم الموعود، فالأبناء بعضهم التزم وبعضهم لم يلتزم. واقع الحال في هذه القصة أن بنية صغيرة لم تلتزم، فوصلت الثامنة وخمس دقائق وتحرك الأب وتركت في البيت. وتركت البنت. كان أمرا قاسيا على الأب، كان صعبا أن يأخذ هذا القرار. جميل. إذن جميل المثل، لكن نعم نكمل القصة. الأم يعني تأخرت، يعني الآن هذا قدر من المرونة، تأخرت فطلبت منها ابنتها أن تصطحبها وهي تبكي. اصطحبتها، كان آخر يوم للحديث عن تنظيم في الصباح والحديث عن ترتيبي الأدوات في الشنطة هذا وللحضور إلى طاولة الفطور إلى آخره. وكان إذن جميل، كان هذه النتيجة هي جهد بذله الأب في وقت غير الأزمة. نعم. ثم فكر في الحل. نعم. الرسالة من كل هذه الأمور أن نفكر في الحلول، كما قلت نفكر بإيجابية وأن نفكر في الحلول في غير وقت الأزمة. سنواصل في الحلقة المقبلة بحول الله. شكرا جزيلا لكم أستاذ أبو ياسر الركراكي المستشار الأسري والتربوي. ألقاك في حلقة قادمة بحول الله لنواصل مع مكون ثالث وهو القيادة. نعم. بحول الله. انتظرونا مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء. باقة القنوات التلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بترددات جديدة. لمشاهدة برامجكم المفضلة لكم الاختيار في ضبط جهاز الاستقبال حسب قائمة الترددات الجديدة التالية: عربسات بدر 4 26 درجة شرق، هوتبيرد 13 درجة شرق، أوتيلسات 7 درجات غرب. وللمزيد من المعلومات حول الترددات الجديدة زوروا موقعنا www.snrt.ma.